ما ينتظر مهنة المحاماة وخاصة في هيئة كهيئة الدار البيضاء اللي تضم حوالي 5000 محامي، أي ما يقرب من ثلث المحامين على المستوى الوطني، قضايا شائكة وقضايا معقدة جدا، وهذه المرحلة ربما تعقدت الأمور أكثر نظرا لكل الفترة الأخيرة لمدة 3 سنوات. ولج لهيئة الدار البيضاء وحدها ما يقرب من 1500 محامي، الأمر الذي يشكل ربما نصف ما انتسب لباقي الهيئات على الصعيد الوطني. ولذلك فالقضايا المطروحة هي قضايا أولا توسيع مجالات العمل اللي هي ضيقة وضيقة جدا على المحامي اليوم، ثانيا إيجاد وسائل التكوين، لأننا مقبلين على رقمنة المنظومة القضائية، وهذه الرقمنة تحتاج إلى مجهود كبير وإلى مال كثير، والهيئة وحدها لا تستطيع أن تقوم بمفردها بتأهيل المحامي التأهيل التقليدي اللي هو قانوني وحقوقي، ولكن تأهيله كذلك من أجل مواصلة من أجل التحضير للتعامل بالوسائل الرقمنة الحديثة، لأنها فرضت نفسها والدولة كلها اليوم بجميع أركانها تحاول أن ترقمن الحياة الاجتماعية، ولا سيما إذا كان الأمر يتعلق بمهنة المحاماة.